صباح النور البنات، كي دايرين؟ كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد. لا فيديو ديال اليوم زوين بزاف، وبمناسبه هاد لا فيديو بغيت نقول لكم في هاد الذكرى هادي واش مبروكه، دخل لكم الصحه والسلامه ان شاء الله بحول الله. مهم لا فيديو ديال اليوم باذن الله باش غادي يكون، غادي نبداه بواحد الشهيوه. علاش هاد الشهيوه هادي؟ اتفقت انا وعائله ديال الزوج ديالي اننا غادي نتلاقاو عند جدات راجلي، ماشي ماما راجلي ياك حبيبي، عند جدات راجلي تبارك الله، الله يطول ليها في العمر ديالها والله يخلي لها الصحيحه ديالها. من هاد لا فيديو هذا شنو درنا؟ درنا حنا البنات كاملين اننا كل وحده فينا غادي تجيب شهيوه. انايا تكلفت بانني غادي ندير جوج شهيوات غادي نشاركهم معكم، ومن بعد فاش غادي نمشي لدار ديال جدات راجلي غنشارك معكم كاع الشهيوات ديال البنات على كل وحده شنو جابت. المهم ما تمشيو فين، بقاو معايا. المهم البنات الشهيوه الاولى اللي غادي نبدا بها هي واحد الكيك، واحد الكيك اللي زوين بزاف كنديرو لوليداتي، فيه بزاف ديال المكونات اللي صحيه للدراري الصغار ولينا حتى حنايا، يعني غتعجبوا فيه واحد المكون غتعجبوا فيه ولا جوج مكونات، ولكن كونوا على اكيد الا جربتوها راه كتجي خطيره البنات. المهم غادي نبدا بالبيض هو الاول. هاد الكيكه هادي غندير فيها 4 ديال البيضات على حسب المول، كان المول كبير بزاف غتزيدو البيض، كان المول صغير تقدروا ديرو غير 3. المهم هاد الكيك انا غادي ندير فيه، دابا نوريكم المول قداش. انا دابا درت البيض غنطربو مزيان، انا ما كنديرش سنيده، كتعرفوني السكر ما كنديروش في الكيك، حيت ديجا مازال غندير فيها كريمه ديال الشوكولات كتسقع عاوتاني بالسكر، يعني لا داعي انني نزيد السكر. غادي نطرب هاد البيض مزيان وعاد غادي نزيد له مكونات واحده اخرى. من بعد البنات ما طربت البيض مزيان غادي نخوي كاس ديال الزيت، ما كتشوفوا، غادي نخوي كاس ديال الحليب، الكاس اللي غادي تعبروا به الزيت غتعبروا به الحليب غتعبروا به جميع المكونات اللي عندكم. غادي ندير حك ديال دانون، بغيتي ديري دانون مسوس ديريه، بغيتي ديري دانون فاني ديريه، انا درت دانون ديال فاني. ديروا واحد الساشي ديال فاني، ديروه مع البيض في الاول من الاحسن، انا غنسيت ما درتوش. فوالا نعاود نطرب هادشي مزيان ونكمل المكونات. من بعد البنات غادي ناخذ كاس ديال الطحين ديال الزرع اولا الدقيق الكامل، اللي ما عارفش الطحين الزرع كاين اللي كيعرفوه بالدقيق الكامل، كندير كويس. ما كتقولوا لي واش كتغرب ليه، ما نكذبش عليكم، هو نورمالمون كاين اللي كيغربلو، انا من النوع اللي ما تيغربلوش، كنخليه بحال هكا. كنزيد كاس ديال خيزو البنات، هادي كويس اللي غتعبروا به كلشي عبروا به حتى خيزو. هاد الخيزو حكيته بالحكاكه الرقيقه، وكونوا على اكيد ما كيجيش مذاق الخيزو في الكيكه وما تيبانش نهائيا، كيدوب ما كتب الا ما قلتلكش راني دايره فيه خيزو ما تعرفيش واش دايره فيه خيزو. غنخلط دابا هاد الخيزو والدقيق الكامل وعاد نكملوا المكونات. من بعد البنات كندير الطحين فورس اللي هو هذا، غتقولوا لي شحال كديري ديال الطحين فورس، ما نقول لكم كاس ما نقول لكم جوج، تبقى على حسب الدقيق ديال فورس، كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش راكم عارفين. والكيكه ما تجيش ثقيله وما تجيش عاوتاني خفيفه بزاف، انتم غادي تشوفوا القوام ديالها كيفاش غادي يكون. المهم انا عيني ميزاني في الطحين، وبالنسبه للمبتدئات يخويو غير شويه بشويه. غتقولوا لي علاش ما درتيش المعلقه، غادي نقول لكم انا كيعجبني نخدم بيديا صراحه. ها انتما شتي كندير غير شويه بشويه، حيت انا ما عارفاش الطحين واش يشرب ليا ولا ما يشربش ليا ما عارفاش. غادي نزيد نخوي الطحين. هنا عندي 4 ديال الخمارات من بعد ما صفيتهم في الصفايه، وعندي ساشي وحده ديال الكاكاو، اولا كديري معلقه كبيره ممسوحه شويه ديال الكاكاو، اللي ما عندوش بالساشي عنده ديال العبار دير معلقه كبيره ممسوحه تتخويهم حتى هما. ومن الاحسن البنات الخماره ضروري خاصه تغربل ضروري، الا عاودت لكم هاد القصه ديال الخماره غتموتوا عليا بالضحك. واحد النهار كنت ما غربلتهاش ودرتها وبقات مكركبه في الكيكه، عرفتي شنو فاش كتعضي شي عضه في الكيكه كتلقاي داك حاره حاره بزاف حاره، من تما وليت ديما كنغربلها.
والكيكه ضروري البنات، سواء عندي التمر ولا عندي الزبيب ولا عندي داك الفواكه الجافه اللي كان كيعجبني نديرو في الكيك. دابا ما حاضره معايا حتى شي حاجه من غير الزبيب، غير انا ما كنديروش بحال هكا. علاش؟ حيت بنتي ما كتلقاه بحال هكا، ما كتبغيش تاكلو كتبقى تحيدو. كنحاول انني ندير له بهذه العيبه هذه ديال الربيع، وكيجي زوين في الكيكه. كديرو بحال هكا ساهله معنا. وهذا الزبيب تيتواتى مع الزرع صراحه، مع الطحين ديال الزرع كيجي واعر. ضروري ضروري ما تجربوا هاد الكيكه البنات، ضروري ومؤكد. ومازال غادي نزيد معها كريمه ديال الشوكولات حتى هي تجي خطيره. من بعد ما طيب الكيكه غنشاركها معكم. هانتوما البنات كيجي على هاد الطريقه هذه، كيجي زوين. هو من الاحسن من الاحسن الا بغيتوا تخلطوه مع شويه ديال الطحين وجدوه على بكري. كنتوما عارفين مع لا فيديو كنبقى من هنا لهنا كنسى شحال حاجه، ديروا مع شويه ديال الطحين باش زعما الا ما بغيتوش يهبط لكم لتحت. اما الا قرطتيه بحال هكا مزيان، عرفتي راه قرطتيه راه كيجي في الكيكه كامله، كيولي على هاد الطريقه هذه مقرط بحال هكا. كنخويه، المهم كنخلط على هاد الطريقه هذه. وها الكيكه ديالنا واجده، هذا راه خيزو والزبيب. دابا نخويها في المول، انا نوريها لكم المول البنات شنو كندير له. كما العاده بعدا واحد القضيه، هاد المول كيبقى في الحقيقه هو كما تيقولوا من الاصول ديالنا. يعني واخا ديري اي مول كيما بغيتي ديريه، ماشي بحال اللي كانوا كيديروا والدينا ديال شحال هادي، كتجي الكيكه فيهم صراحه واعره. وهذا كيجيني فيه الكيكه واعره. وشحال خديته البنات هذا؟ خديته ب 260 13 درهم، لا غلى على مسكين. المهم كما قلت لكم شنو نسيت، كندهن بالزبده قبل ما نبدا الكيكه، كندير الزبده وكندير الطحين وكندخلو يا الفريكو يا الثلاجه، تنخليه يبرد تما مزيان. دابا انا غادي نخويه. كتجي البنات على هاد الطريقه كما شفتوا. شعلت دابا الفران، غندخلها الفران بارد مده 45 دقيقه وغنطفي ليها. وهانتوما معايا، ما تنساوش بقاو معايا تشوفوا الكريمه. المهم البنات الكريمه اللي غادي ندير لكم في الكيك، كريمه كما قلت لكم ساهله ماهله زوينه بزاف. يعني الا جربتوها غتعتمدوا عليها، وسورتو الوليدات الصغار تيحماقوا عليها. انا بلصت من ندير داك الشكلاط من الفوق كيتجلخوا لي يديهم، كيرونوا لي الدنيا، كيكرفسوا لي الفراش. وليت كنحل الكيك وكنديرها في الوسط، كتجي واعره. المهم الكيك غادي ندير فيها كاس ديال الحليب، هو هذا. اللي بغى يدير لا كريم فريش بلاصه الحليب يديرو، انا ما عنديش درت الحليب ياك. كاين انا غنخلط كلشي وعاد غادي نديرهم على نار مهيله مع التحرك. غادي ندير فيها فاني، ها هي. غادي ندير فيها كاكاو، بغيتو ديروا ساشي ديروا جوج ساشي على حسب كل واحد والذوق ديالو. انا تنخدم بلي عندي واجد حاليا، راه ماشي ديما كيكون كلشي واجد. غادي ندير الشكلاط، هي من الاحسن من 20 16 الفوق خدمه ديروا الشكلاط باش كتجي شويه كريمي ياك. المهم بنات هاد الكريمه ضروري ما ندير فيها النكهه ديال نسكافي، كنحماق على نسكافي. بغيتو ما ديروهاش ما ديروهاش، انا من النوع اللي تحماق على ديك النكهه ديال نسكافي. المهم حتى هي بقات لي غير شويه، درت هذاك الشيء اللي عندي. غادي ندير معلقه ديال لا كريم باتيسير اللي هي هذه، معلقه كبيره. انا كنخدم دابا بمعلقه صغيره، عارفه القياس اللي غادي ندير. علاش؟ حيت الشكلاط ما عنديش كثير، درت لا كريم باتيسير تعطيني النكهه وني تجمع لي ديك الكريمه. ومن بعد غادي ندير الشكلاط. اي شكلاط عندكم اللي يكون هكا ديال الطاسه كيعطي حتى واحد النكهه هائله. هذا باش زوين عندي فيه جوج شكل داخل، ها انتم بغيت نوريكم. كاين اللي فيه اللوز وكاين هذاك الشكلاط الكحل، تيعطي حتى هو نكهه خطيره. انا غندير هذا الشيء ونشوف الا كان خاصني نزيد. دونك انا دابا درت هاد المكونات كامله، غادي نديرو على نار مهيله حتى تولي عاقده، حتى عاد نطفي ليها هذيك الساعات. غادي ندير ليها طريف ديال الزبده. هاك الزبده كتخليها لينه. الله على كريمه كتشهي، واعره 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 كتشهي البنات. عمركم شفتوا اللي كيشكر راسو؟
وهي انا ما نقدرش عليكم. طيابي كيعجبني، كنشكر راسي ديما اللي فاش كنحط في الطبله ناكلو، لما قاليش شي واحد شكر لي ماكلتي تنقولوا الله يعطينا الصحه. طيب بوحدي انا نزيد نقرب عليكم شوف كيفاش دايره، واعره واعره واعره، خطيره البنات خصكم ضروري تجربوها. عندي لها دابا واحد السلوفان هنا باش ما ديرش ديك القشره من فوق بما طيب الكيكه، وها نتوما معايا. المهم البنات الكيكه ها هي وجدات على هذا الشكل هذا، احبق سخونه نقلبها دابا نيت حداكم وانتم تبعوا معايا المراحل. فوالا عندي لها بحال هكا، هي بسم الله. اوبس طاحت ولا ما طاحت؟ طاحت. فوالا ها هي الكيكه ديالنا على هذا الشكل هذا، على هذا الشكل البنات. شتو كيفاش دايره، انا نزلت لكم هكا الفوق، شوفوا تبارك الله وصل عندي. مهم انا دابا ما سقيتهاش، نورمالمون ممكن كنحيدها سخونه كنسقيها، ولكن علاش ما سقيتهاش دابا؟ حيت غادي ندير لها الكريمه من الداخل، دونك بلا ما نسقيها غادي نحاول نقطعها دابا كامله، وديك الساعات غادي تشوفوا لا كريم اللي غادي ندير. كتولي البنات على هذا الشكل من بعد ما قسمتها، شوفوا كي دايره من هنا حرشه، يعني باين داك داك الطحين ديال الزرع شي كي دايره غزال. الناس اللي كضرهم زعما المعده وما كيقدروش على فورس بزاف، راه ما فيهاش فورس بزاف، اكثر هي شتو ديك كاس ديال الزرع الزبيب، ها هو من قطعته طريفات راه عندي في الوسط يعني ما هبطش لتحت بزاف. دابا غادي نديروا ليها الكريمه، راه نشفات ليا شويه، انا بغيتها هكا بالعاني ناشفه باش ما تبقاش باش ما تجلخش بزاف. كنعرفوا دابا اليوم راه كاين الصهد سخون الحال، نخلي على هذا الشكل بارك. ها هي الكيكه ديالنا واجده، من بعد ان شاء الله فاش نوصل عند الناس ونحطها في الطبله راه غادي نوريها لكم. المهم البنات من بعد ما وجدت الكيكه غنوجد لكم واحد ما عرفتش يقولوا لها واحد اللعيبه دايره بحال شكل بيتزا، ولكن هي بطريقه واحده اخرى. المهم هانتوما تبعوا معايا المراحل باش تفهموا شنو هذاك الشيء. المهم اول حاجه كندير الزعتر، وهذا كون ديان هادي سنيدة، معلقة ديال سنيدة، والطحين تيبقى ديك الساعة عينكم ميزانكم. هذا القياس ديال ربعة كيسان، ربعة الكيسان ديال الطحين مع معلقة ديال الخميرة مع معلقة ديال سنيدة مع قريصة ديال الملحة ومعلقة كبيرة ديال الزبدة. هذا هو العبار اللي كيكون ديال ربعة ديال الكيسان ديال الطحين، وتبقى كذلك الطحين على حسب واش كيشرب ولا ما كيشربش. والماء دافي، انا غنخوي هاد الطحين كامل حيت عندي لا كونتيتي. غادي ندير الملحه على هاد القياس، غندير الخميره هادي ديجا راه معلقه كبيره وشايط حيت انا فايته ربعة ديال الكيسان، دونك درتها كامله هي اللي بقات. غادي ندير معلقه ديال الزبده. شوفوا البنات هاد الطريقه هادي واعره، ما تحتاجي ديري لاني غبره دنيدو لا الحليب لا حتى حاجه، الا درتي غير الزبده راه كافيه. معلقه ديال الزبده كبيره هي اللي كتعطيها الرطوبيه وكتخليها لينه، هي هذه. والزبده من الاحسن تكون ديال البواطه، تكوني محيداها من الثلاجه، علاش؟ باش ما كتكرفسكش في العجينه. وغادي نديرو الماء، انا دابا غادي نديرها في العجانه ومن بعد نشوف، خاصني الماء نزيد، خاصني الطحين غادي نزيد. اللي بالنسبه للناس اللي ما عندهمش العجانه يعجنوها في القصعه، راه ما كاين حتى شي اشكال. هانتوما البنات العجينه قسمتها على جوج، درت غير واحد شويه ديال زويته بلديه باش ما تلصقش ليا في يدي، حيت خاصها تجي مرخوفه. شتو كيفاش جات؟ ما تجيش قاصحه وما تجيش جاريه، تجي هكا مرخوفه باش مي كتاكلي كتعضي كتجي رطبه. غنحط هذه دابا هنا وغادي نخدم هذه، هذه كندير لها كشويه بيديا بهذه الطريقه. غادي ناخذ شويه ديال الطحين فوالا باش ما تلصقش ليا في يديا، ندير شويه هنايا كما كتشوفوا، وغناخد دلاك وغادي نطلقها مزيان كتولي مربعه. هانتوما البنات كتجي على هاد الشكل هذا، كنديروها رقيقه حيت هي مازال في الفرن غتنفخ مزيان. صايبت لاصوص،
نوريها لكم بعدا. لاصوص هي هذه. واحد القضيه ماشي صاوبتها، بغيتو تصايبوها صايبوها، حيت انا مزروبه وما عنديش الوقت بزاف ما صايبتهاش. شريت ايسوليس اللي معروفه واللي الذوق ديالها جد رائع، وخلطتها مع لاصوص صويا كتعطيها واحد الذوق زوين، ودرت ليها الزعتر، حكيت معها الزعتر ساهله، وخلطتها هنايا في الزلافه، كتجي على هذه الطريقه هذه. وعرفتي المذاق ديالها خطير. دونك انا غنخويها دابا هنايا على هذا الشكل كما كتشوفوا، ونحاول انني ندوزها مزيان على الجهه. من بعد كنديروا فرماج احمر، من بعد ما كنكونوا حكيناه كندوزوه على الاطراف كامله. والفرماج احمر راه هو كلشي، الا ما كانش الحف فرماج احمر كيجيش داكشي زوين في الحقيقه. بغيتي ديري موزاريلا، بغيتي ديري انواع الفرماج، بغيتي ديري لا دانت فيمي معاه، بغيتي ديري الطون، الكفته كيبقى لك انت الاختيار ديالك، تي كديري داكشي ديك الساعه داكشي اللي بغيتي. فوالا دابا كنحاولوا نلويوها، ولكن فاش نكونوا كنلويوها ما نزيروش على التلويه، نخليوها مرخوفه على هاد الشكل هذا. فوالا شتو كيفاش كتجي. المهم البنات كتجي على هذا الشكل هذا. من بعد راه غادي ندير ليها، غادي نقطعها بمقص من الفوق، وغادي ندير لها الصفر ديال البيض. العجينه الثانيه البنات درت ليها فرماج لافاش كيري، عجنته مزيان مع الزعتر. بغيتو ديروا جبلي، اللي بغيتو ديروه ديروه، اللي عندكم واجد. انا غادي ندير هذا الفرماج، حتى هو كيزيد يعطيها واحد النكهه رائعه وكيعطي واحد اللذه. فوالا انا غادي ندهنو كامل، وموراها غادي ندير لاصوص، وغادي ندير فرماج احمر. هانتوما معايا. البنات نسيت ما قلت لكم حاجه في الاول، ملي كضربي بالمقص كضربي غير من الفوق، ما تقطعيهاش كلها حتى لتحت، لا كضربي غير من الفوق. ها انتما راه غير من الفوق، وكديري هكا ما تقيسيش كاع لتحت نهائيا. دابا راه سخنت الفران مزيان، غندخلها، خليت العافيه غير من التحت، من الفوق ما شعلتهاش حتى طيب وتنفخ، وعاد نشعلها من الفوق تحمر. وها انتما معايا. المهم البنات من بعد ما ساليت ساليت انايا تهديت ان شاء الله بحول الله، دابا غادي نمشي عند عائله الزوج ديالي. ولكن قبل ما نمشي بغيت نشارك معكم جلبه اللي ديجا في الفيديو اللي فات كنت وريتها لكم عند الخياط، ولكن حاجه ملي كتلبس عاد كتبان. جلبه شنو نقول لكم، جد رائعه، عجبتني عجبتني بزاف بزاف بزاف. وتقولوا لي بالصحه، غادي نقول لكم الله يعطيكم الصحه. المهم نوريكم جلبه كيفاش عاديه ولكن زبونه. ها انتما بالنسبه لليدين جاوا على هاد، دار ليها هاد درس تيقولوا ليها بقالها الدرس واعره، شوفين حتى الفصاله عنده واعره واعره هاد الخياط. الطريزه نقربها لكم، شوفوا الشكل ديالها كي داير، في هذاك الحمامار وداك الخضيضر ملكي، يعني هاد الالوان ملكيه، شي حاجه واعره. هنايا درتها عين وعقده سامبل، هابطه حتى لتحت، درتها سامبل حتى لتحت هابطه. شوفوا كيفاش جات. الحاجه اللي زوينه عاوتاني فيها هو القط، انا فطفوله باش نوريكم القط. شوفوا كيفاش جات الطريزه، نزوميها لكم باش تشوفوها مزيان كيفاش واعره، يعني تبارك الله طلع بيها هذا الخياط. والشيء الجميل في هذه الجلابه هي البليغه اللي لابسه، البليغه اللي لابسه يعني حتى هي كملات، عطات واحد لا سورتيز، عطات واحد يعني زاد كملت لينا الجماليه ديال الجلابه واللباس التقليدي. انا غنجلس ونوريها لكم باش تبان، ما بقاش واقفه
فوالا هذه اللي كنت خديت اللي كنشاركت معكم داك النهار، كتجي على هذا الشكل، غزاله 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 سامبل. يعني عقده اللي معروف اللي زعما كلشي تعرفوا، ولكن علاش دابا هاد الجلابه كحله بحال هكا بهاد لي كولور؟ لبستي فولار في الصفر، لبستي في الخضر، لبستي في الاحمر، يعني لبستي اي حاجه من هاد الالوان كتجي. وكنت تحمقني وكانت امنيتي انني ندير هاد الجلابه في الكحل بهاد الالوان، كتجي واعره واعره. وكنتمنى تخلوا لي التعليق ديالكم. المهم البنات بعد ما ساليت وداك الشيء جينا دابا عند ما جدات راجلي كما قلت لكم تبارك الله، وصل عند بلا خليك لا خليك لينا امي زينه، الله يخليك لينا ويطول لك في العمر. ما كاين ما حسن بهاد الجمعيه هذه اللي كنديروا دابا وكنتجمعوا معاك. المهم كما قلت لكم كل وحده فينا جابت شهيوه، ما نطولش عليكم اكثر، غنوريكم الشهيوات اللي كاينين، تشوفوا الحادقات ديال العائله راجلي تبارك الله وصل عند بي. يلا انا غنوريكم، بقاو معايا. هذه كيكه، هذه كيكه بالتفاح والقرفه وفيها اللوز ايفيلي. هادو هما دياولي ديال القبايل اللي قلت لكم، ها هما دابا يا ولاو على هذا الشكل هذا. كاين عاوتاني كيكه واحده اخرى بالتفاح، حيت كل وحده جابت شي حاجه دونك هادو جاوا صافي. كيكه بالتفاح طاخت، قالت لك عقوسي طاخت، شنو عقوسي؟ اوبوم طاخت اوبوم. هادي خلاص وريتها لكم قبيله، شاركتها معاكم. كاين عاوتاني شنو قلتي لي سميتها زهر؟ كيك ولا كي؟ قلتي لي هادي غاكي، هادي دارتها لالا زهر قالت لك غاكي. تبارك الله وصلى على النبي. صافي كاين عندنا السفوف، كاينين حليوات اللي هما هادو صافي، وهذا الشيء اللي كاين. المهم البنات هذه عشيه بغينا نديروها بيناتنا حنا لي فام، كتعرفوا بعد مرات هذاك الصداع ديال الرجاله ما عندنا ما نديروا به، قلنا غندير غوتي بيناتنا وندوزو وقيته زوينه ونضحكوا ونشطوا وهكذا دوز العشيه. كنتمنى هاد لا فيديو البنات يلقاكم بالف سلام وبخيرين ان شاء الله بحول الله. ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم، وإلا عجبتكم لا طارت ديال طارت دو بوم كما قالت عقوسي قولوها ليا ونصايبها لكم. يلا الى اللقاء، مع السلامه.